انا بصراحه انا كراجل زملكاوي لو عارف ان الجزيري مش معايا وشحاته مش معايا انا بصراحه ابقى قلقان جدا بغض النظر عن يعني حاجة. لان اتنين جامدين ومتحركين وبيجروا. بس هقول لك على حاجه والله انا النادي الاهلي من اقل فتراته الماتشين اللي فاتوا دول انا كان النادي الاهلي مستواه يعني ما هم بيتحولوا في ماتشات الزمالك ما انت عارف بيبقوا ماشيين حلو قوي والدنيا حلوه مره واحده بيقلبوا مره لا هو لا هو نادي الزمالك يعني بالرغم ان هو النتائج يعني ايه فيها برضه سلبيه شويه يعني هو في الاربع ماتشات اتعادل ماتش وغلب ماتش انما بيأدي اداء كويس بصراحه يعني ودي امر يعني الواحد لازم يبقى شايفه ولازم يعمل حسابه في الماتش ده. النادي الاهلي يمكن عكسه الاربع ماتشات اللي فاتوا انا شايف ان هو احسن ماتش عمله في اللي هو ماتش الداخليه ده سنة اول تايم بس يعني انا اول مره يعني في الماتش في مجموعه الماتشات اللي فاتت دي احس ان النادي الاهلي بيأدي كوره يعني فيها نظام حلوه قوي منظمه قوي والامور يعني ايه يعني في ايجابيه وبعدين في حلاوه في اللعبه كمان وده امر يعني صراحه ان الاهلي يعني ده وقت كويس ان الاهلي قابل فيه الزمالك راي حضرتك لا طبعا يعني اكيد ان هو يعني تبقى يعني تاجيل الماتش يبقى فيه مشكله وفي مشكله الاثنين على فكره الاثنين انا شايف ان الزمالك حالته كويسه والنادي الاهلي في الماتش اللي فات دوت حالته كويسه قوي وده ممكن يعمل لنا ماتش كويس والله احنا كلنا نفسنا الماتش يتلعب والله هي بجد هي ما بتتقاس كده والله العظيم يا ميدو زي ما انت بتقول واليوم بتاع الماتش ده انا هو تخيل اقول لحضرتك على حاجه يعني تمام طبعا شاكرين طبعا احنا في تعاون كبير جدا ما بين قناه المحور وما بين قنوات اون تايم سبورتس تخيل ان انا موجود على الاستوديو بتاع الماتش ومش عارف انا رايح ولا لا والله العظيم طب تخيل اللعيبه طب انت اللعيبه انت اللي هتروح دي مصيبه بقى المدير الفني انا قريت النهارده ان مزلة والله ان مدير الكوره بيقول للعيبه ان احنا مش هنلعب المباراه بتاع الزمالك يعني دي بقى لا لا يمكن يكون ابو واحد لان ابو واحد حتى هو لا بيقول رئيس رئيس النادي او وصل لهم ان احنا مش هنلعب طب احنا يعني تخيل ما فيش حد عارف حاجه ماتش كبير زي ده احنا نستنى لغايه لما المشكله تكبر والله الواحد بيتحسر والله لان الكلام ده والله ما بنشوفه في حته يعني احنا زعلانين هو طبعا من الناحيه الفنيه خطر جدا ان اي رجوع لو المدير الفني بتاع نادي الزمالك قال او وصل الكلام ده للاعيب واللاعيب خلاص يبقى فقد تركيزه خلاص فاي لا أكيد قرار اكيد هيقول لهم هو ده الطبيعي بس انا قريتها لا يمكن بس انا عارف عبد الواحد اكيد كلامه للعيبه وجوميز طبيعي يعني هنلعب الماتش احنا مالناش دعوه احنا بره الصوره احنا في تركيزنا احنا نام كويس كل ده كويس طبيعي. ده الطبيعي ما هو ده الكلام الطبيعي لكن تركيز اللعيب برضو لازم برضو لازم لان ماتشات اهلي وزمالك الكلام والتلفزيون ده ماتش اهلي وزمالك مش ثلاث نقاط يا ميدو ده ماتش بتعيش عليه ده ماتش شوف الجماهير بيحصل فيها بتتولد فيه يعني في لعيبه بتتولد في الماتش ده يعني على طول الازمنه بتاعتنا لعيبه اتشغلت على الماتش ده صحيح يعني اتمنى ان ده يكون درس لينا كلنا يا جماعه ان احنا في مشاكل ما ينفعش ناجلها في مشاكل لازم ننزل على الارض ونحلها كلنا مع بعض لان تاجيلها بيمثل كارثه زي ما كابتن مختار اتفضل وقال في بدايه كلامه احنا وصلنا لحل دلوقتي موقف كارثي مش عارفين نحل نطلع من الازمه دي ازاي الزمالك جمهوره بيطالبوا بطلبات مجلس اداره الزمالك مش قادر ان هو الزمالك كمان عايز حق الزمالك ان هو يحافظ على حقوقه وما بيجيبش سيره اي انديه تانية بيقول لك انا عايز يبقى في تنظيم في المسابقه وعايز يبقى في عقود بالنظام وده حق الزمالك الناحيه التانية الاهلي داخل ماتش مش عارف هيلعبوا ولا مش هيلعبوا اعمل ايه الناس كارثه يا جماعه ارجوكم كفايه احنا يعني عمالين نقول عايزين الجمهور يرجع وما بقاش في احتقان وعايزين نقول ان جدول المسابقه منتظم عايزين نقول ان احنا مصر الكوره هي اللي بتعكس مدى نجاحنا في اداره الكثير من الملفات ان الرياضه يا جماعه ده الواجهه بتاعتنا والكوره الواجهه بتاعتنا حرام ان احنا يبقى منظرنا كده لازم يبقى فيه حلول وفي النهاية أنا يعني بسعد أن أنا كان ضيوفي النجوم الكبار نجوم الأهلي والزمالك السابقين الكابتن الكبير أستاذنا الكابتن مختار والكابتن الكبير الكابتن خالد جلال كابتن مختار نورتني لا أنا عايز أقول لك حاجة يا أحمد الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة دي لازم يعني يقعدوا مع بعض الكلام اللي بيقوله نادي الزمالك دلوقتي احنا عايزين النادي الاهلي يقوله ونادي الزمالك يقوله والانديه تقوله عشان يبقى في حلول للفتره اللي جايه دي لان ما ينفعش
ان احنا كل سنه الدوري بتاعنا يفضل مستمر لغايه 9 و10 وبعدين نبتدي على طول وهكذا. لازم موسم احنا عايزين نستنى يعني لازم يبقى فيه موسم بنظام مختلف. انا بتمنى ان الكلام بتاع نادي الزمالك اللي هم يعني مجلس اداره يبقى كلام النادي الاهلي كلام من النادي الاسماعيلي كلام كتف. كل الانديه كلها لازم بقى الكابتن مختار فيه. مختار بيطالب بتكاتف الانديه لازم يعني الناس كلها تمشي في اتجاه واحد. كابتن نورتنا ويا ريت ميدو طريقة الحوار وإدارة الحوار النهاردة ما بين الكابتن مختار متمثل في النادي الأهلي وأنا متمثل في النادي الزمالك وأنت طبعا كلها بحب وكلها كلها بطريقة إعلامية يعني محترمة مش طريقة إن إحنا جايين بنتخانق مع بعض لا إحنا بطريقة محترمة وده الإعلام الحقيقي لأن إحنا بنتكلم عن رياضة مش والله بنتكلم والله عن خناقة. والله كابتن خالد أنا عايز أقول لحضرتك الحقيقة يعني والله أنا يعني دايما بقول ايه انا ضيوفي دول كنز لان انا فعلا ان انتوا احنا بنطلع نتكلم كوره وبنطلع نتكلم بمحبه وبصدق حقيقي ان احنا عايزين نطور والله بزعل ساعات بتفرج على الناس ببقى للاسف عارف ان الهدف من القعده حاجه السوشيال ميديا وترند يعني طب استفدنا ايه والكلام. ضيعنا والله كل دي على الهوا دي بتضيع على الناس حرام عشان كده انا فخور بوجود حضراتكم معايا وان شاء الله باذن الله الازمه دي تعدي. نورتونا كمان.